منذ قليل سجلت غارة سقطت على ضاحية بيروت الجنوبية، ولكن لم نتمكن من تحديد المكان بما أننا كنا في طور التحضير لهذا المباشر. إضافة إلى هذه الغارة، طائرات الاستطلاع لا تفارق سماء المدينة، وسجل خرق لجدار الصوت مرتين منذ حوالي الساعتين. نذكر بأنه يعني ساعات الظهيرة تقريبا سقطت 3 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، غارتان على محيط الجامعة وغارة أخرى بالقرب من ملعب الراية، ولكن يعني لم تسجل أي إصابات، هذا أقله ما أفدنا به حتى الآن. بموضوع يعني الأعداد القتلى والجرحى الذين يسقطون، أود سارة أن أشير إلى أننا الأرقام الرسمية لوزارة الصحة أفادت بأنه فقط في 24 ساعة الماضية سجلت 153 غارة، وأدت إلى قتل 37 شخصا وإصابة 151 شخصا. وقالت وزارة الصحة بأن أعداد القتلى منذ بداية هذا التصعيد بلغت 2000 قتيل و10000 جريح. هذا طبعا على المستوى الإنساني. نضيف أيضا لما ذكرته بإخلاء مستشفى سانت تيريز، كان الطاقم قال بأنه لم يعد قادرا على المضي قدما بمهامه بسبب خروج المستشفى عن العمل وبسبب تضرر الكثير من الآليات الموجودة. أعود معك إلى قضية النازحين. كنا سارة بنشرات سابقة ذكرنا بأن كريستيان قبل أن نتحدث عن حركة النزوح، بعض الأخبار العاجلة تصل الآن من هيئة البث الإسرائيلية أو تنقل عبر هيئة البث الإسرائيلية. إذن هيئة البث الإسرائيلية تقول أن الجيش الإسرائيلي يعزز قواته مثل ما ذكرنا سابقا بلواءين إضافيين، ولكن تضيف لا تأكيد حتى الآن لدى الأجهزة الأمنية بمقتل هاشم صفي الدين في الغارة التي أو الغارات التي كانت أمس. إذن الجيش بحسب هيئة البث الإسرائيلية اخترق قدرة القيادة والسيطرة لحزب الله قرب الحدود، ولكن رغم كل الغارات أمس هو هيئة البث الإسرائيلية تقول لا تأكيدات لا معلومات أكيدة إلى غاية الآن لدى الأجهزة الأمنية حول مصير هاشم صفي الدين، هو الشخصية المحتمل أن تقود حزب الله بعد الأمين العام المغتال في الضاحية حسن نصر الله. إذن كذلك هيئة البث الإسرائيلية تذكر مرة أخرى بأن الجيش يستعد اليوم أو الآن لتوسيع هذه العملية البرية في لبنان. إذن كانت هذه التطورات الميدانية. نعود إليك كريستيان وحركة النزوح. نعم، كنا تحدثنا سارة في نشرات سابقة عن حركة النزوح باتجاه الشمال بما أنه محيط بيروت لم يعد آمنا حتى بعض مناطق جبل لبنان، وبالتالي النازحون من القرى الجنوبية ومن ثم إلى الضاحية قرروا التوجه شمالا باعتبار طرابلس المدينة الأكثر أمنا بالنسبة إليهم. كان لنا لقاء مقتضب مع مديرة لجنة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة الشمال، وقالت لنا بأنهم تلقوا حوالي 55,000 نازح، فقط 14,000 منهم مسجلين، وتم إنشاء 128 مركزا. قالت بأن هذه المراكز ليس لها السعة الاستيعابية لكل هذه الأرقام، بأنهم يعملون على إنشاء المزيد. وإضافة إلى هذه يعني المراكز الرسمية التابعة للمحافظة، هناك أيضا حركة فردية يقوم بها الأهالي والجمعيات الأهلية هناك، إما عبر فتح بيوتهم أو المحال التجارية لديهم لاستقبال النازحين. وتحدثنا أيضا عن ما إذا كانوا لديهم أو أمنوا المستلزمات اللازمة وكافة الاحتياجات والمساعدات. قالت بأنه حتى الآن تمكنوا من ذلك، ولكن هذا لا يكفي فيما لو استمرت هذه الأزمة لفترة طويلة، يعني يتعاطون مع الموضوع بطريقة شبه يومية. بهذا الإطار سارة، أذكر بأنه وصلت اليوم مساعدات من رومانيا، أيضا من منظمة الصحة العالمية، من المفوضية العليا للاجئين، كذلك من الأردن، من الإمارات والكثير من الدول، ولكن حتى الآن تعتبر الجهات الرسمية بأن هذه المساعدات غير كافية، فهي طلبت ب 427 مليون دولار من أجل سد احتياجات النازحين، تلقت فقط 200 مليون. نعم. مع العلم بأنه تقريبا عدد النازحين يتزايد يوميا حوالي 200,000، كنا نتحدث بالأمس عن مليون،
اليوم العدد ارتفع إلى 1,200,000. نعم. وبالتالي يعني يحاولون أن يواكبوا هذه الأزمة يعني الغير مسبوقة كما قال نعم. رئيس الحكومة، حتى أنه وصفها بأنه لا تحدث إلا عادة في وقت الكوارث الطبيعية هذا نعم. هذا العدد الهائل من النازحين. شكرا. في هذا الوقت القياسي الصغير، وبالتالي نعم. هناك مساعي من الحكومة ولكن حتى الآن يعني ليست على المستوى المطلوب.